السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الطريقه ديال الدجاج محمر ديال المناسبات ديال العراسات، فنتمنى يعجبكم. المهم انا حاولت نصوره بالتفصيل وبطريقه زعما اللي هي زوينه بزاف، شخصيا كيعجبني بزاف، وكاع الناس اللي ذاقوه يعني تيشهدوا بانه راه رائع بزاف بزاف. المهم اللي دارت هو ربطة كبيرة ديال القزبر معدنوس مخلطة مع ثومة، طحناتهم في ديك الطحانة ديال الليل، ودارت معلقة كبيرة ديال السمن الحار. من بعد غادي تضيف معلقة كبيرة ديال العطرية ديال بسيبيسة وقع قلة، هي تدير غير بسيبيسة وقع قلة، وفعلا انا منين جربت هاد الطريقة ديالها وهذا تجي زوينة بزاف، حسن من ديك العطريه المخلطه كامله، ما اصلا ما تعرفوا حتى شنو كاين فيها. فكيف قلت لكم المهم تدير عينه ميزانه، غير انا عطيتكم التقريب بالمعلقه. هنايا عندنا على فكره ان 4 ديال الدجاجات، فهذه هما الشرموله ديالهم. دابا كدير الملون الاصطناعي، اللي ما بغاش ما يديروش، يعني ماشي ضروري، غير ولف وصافي، وما باقي الواحد ما كيولف شكل اللون الابيض كما تنقولوا ديال الماكله، يعني خصوصا بحال هاد الماكله ديال العراسات وديال المناسبات كيبغيو داكشي يكون واخا ماشي صحي، ولكن معنا ما نديرو. دارت 2 ديال الضويمات ديال الزعفران الحر، غادي دير حتى الزعفران الحر شعره، ولكن ما درتو حتى بدا كيطبخ الدجاج، عاد زدت عليه هذاك الشعيره ديال الزعفران الحر. دابا في الشرموله درت غير هاد الدويمات 2، والملحه درت شوي كوك ما كاملش نص معلقه ديال الملحه، حيت علاش هاد الدويمات مالحين وكيكون حتى اللب ديال الحامض مصير. هنايا درت سكنجبير تقريبا معلقه كبيره، حتى 2 معلقات كاع يمكن لي دارت، تقريبا 2 معلقات كبار ديال السكنجبير. من بعد غادي دير البزار ما كتكتروش، نص معلقه ديال البزار، لان البزار كدير الهريسه. من بعد غادي دير الهريسه، شتي كيف شفتو نص معلقه ديال البزار، غادي دير الهريسه هي اللي كتبنن، كتعطي واحد المذاق زوين، وماشي ما كيبانش مازال ديك الحروريه ديالها. هنا درت معلقه ديال الخرقوم بلدي، كيف قلت لكم الهريسه ملي كطيب ما كيبقاش مازال ديك الحروره، كتولي غير واحد البنه. البزار قالتك باش ما كتراتو راه كيكون غير حر، اي حروره ما تيكونش حتى شي بنه. الهريسه لا، الهريسه كتبنن. انا بالنسبه لي ما تناكلش الحار، ما عنديش مع الحاجه حاره، ولكن هذا الدجاج كيجيني لذيذ بزاف. كيف قلت لكم راه ما تيكونش حار، تيكون عادي في القياس ديالو، غير البنه كتكون مختلفه على الا درتي غير البزار بوحدو، وتقدري تستغني كاع على البزار، ديري غير معلقه ديال الهريسه فقط. هنا درت تقريبا معلقه كبيره ديال الهريسه. ومن بعد غادي تشد واحد الحامضه كبيره، غادي تقسمها على النص، وغتهز اللب ديالها هو اللي غادي دير مع هاد الشرموله هادي، وهداك الخاوي اللي خوات داك الحامض اللي خوات الوسط ديالو غتخليه هو اللي غتزوق به في الاخير، غتعمرو بالهريسه ودير فيه الزيتون باش تزوق به. تقدر ديروا فيه هريسات بجوج، ديروا فيه الهريسه خضراء وهريسه حمراء، تقدروا ديروا فيه غير زعما غير نوع واحد ديال الهريسه، ماشي ضروري بجوج اللوان، على حسب الزواق وصافي. ها هي انا فاش كتخوي هذاك الطرف ديال الحامض مصير. المهم حامضة تكون كبيرة او لا 2 حامضات صغار. وكي قلت لكم راه الملحة ما كيناش، ماشي ما كيناش، كاين شوي كوك ديال الملحة فقط، ما كترتش بزاف الملحة، حيت غادي دير هاد الحامض مصير، وحيت دارت الزعفران الحر هذيك الضويمة ديال الزعفران الحر، وغادي دير حتى الحامض مصير.
المهم الزيت حتى هو راه ما كديروش دابا، الحامض معصور ما كديروش دابا، هذا الشيء دابا اللي كدير في الشرموله فقط، وكتخلطها مزيان، ومن بعد غادي تزيد عليها كاس كبير ديال الماء، وكتشرمل بها الدجاج وتخليه يرتاح شي شويه تدخل مع هذيك الشرموله. الزيت كديرو حتى كدير الدجاج في القميله وتخوي عليه الماء ويبدا يغلي، عاد كتزيد البصله، البصله حتى هي ما كتشلضهاش كتقطعها عشوائيا، وكدير الزيت كدير زيت بلديه وزيت روميه، وكدير العصير ديال الحامض. المهم حتى كيبدا المرقه تتغلي تبدا الدجاج كيغلي، عاد كدير هذاك الزيت، الزيت والحامض كي قلت لكم الحامض معصور، اما ما كتشرملش به، غير هو الدجاج من قبل راه كيكون طبيعه الحال مغسول مزيان ملاح ومغسول بالحامض مزيان، ومن بعد كيتنشف كتخليه حتى كينشف، حتى كينشف مزيان زعما يقدر كاع تبيته ليله كامله ولا، مهم باش ما كان الدجاج ناشف باش ما كيصدق مزيان. هنايا كتعجن هذيك داك التشرميله كلها اللي دارت، كتعجنها كتبجغ دوك الدويمات حتى هما اللي ما بغاش يديرهم ما يديرهمش، يقدر يدير الزعفران الحر ديريكت في الشرموله، الا اللي ما بغاش يدير هاد الدويمات ما يديرهمش، يدير الزعفران الحر صافي. كتعجنها كيف قلت لكم مزيان هكا حتى داك الحامض باش يتفرتت، ما يبقاش هكا داك الحامض مصير ما يبقاش غليظ، عاد كتزيد الماء كي كتشوفوا كاس كبير ديال الماء كبير نيت زعما ماشي، المهم كتجري ديك الشرموله كتردها جاريه، ومن عاد كتشرمل بها الدجاج. صافي هنايا كيف قلت لكم هي كتشرمل الدجاج، كتدخل مع هذيك الشرموله مزيان بين الجلده واللحم، كتضغطها كتصبعها مزيان صافي، وتخليه تكمل، وغادي تخلف ليه الرجيلات ديالو في ديك الجلده اللي كتكون تما عند تحت ديال الكرش، تخليه شويه يترقد واحد شويه، عاد كتشعل عليه العافيه باش يطيب. صافي هنايا حتى بدا كيغلي، درت الدجاج فوق البوطه شعلت عليه بدا كيغلي، مرقاته بالماء السخون، ما كتخويش الماء فوق الدجاج، كتخوي في الجانب بشويه، وما كتديرش الماء كتير، ما كيعومش داك الدجاج كتير في الماء، يعني القياس كيف كتشوفوا في الصوره. قطعت البصله كيف قلت لكم عشوائيا، بعد المره كتقطعها غير على ربعه وكتلوحها،
تقريبا درت شي 3 البصلات هنايا، وخوات زيت العود وزيت الرومية والعصير ديال الحامض. بالنسبة للقشاوش ديال الدجاج، ما كطيبهمش مع الدجاج في الجميلة، كتعزلهم في واحد الكاسرونة بوحدها. احنا بالنسبة لنا دابا عندنا غير 4 ديال الدجاجات، يعني كيبان لكم قشاوش قلال، اما الا كان العرس ولا كانت مناسبة كبيرة راه القشاوش كيكونوا كتار. كديرهم في جميلة خاصة بهم، كدير لهم شوية ديال الزيت بلدية، وكدير لهم شوية شوية من العطرية، نفس العطرية اللي دارت في الدجاج كديرها في القشاوش، وكدير شوية ديال السمن. منين يبداو منين تشحرهم عاد كتمرقهم بهذاك المانيت، فاش كيطيب الدجاج كتهز منه وكتمرقهم، كتخليهم يطيبوا تما في هذاك ديك الجميله معزوله ولا ديك الكسرونه حتى كيطيبوا. وكتحيد الدجاج وكتصفي داك الماء ديال الدجاج فاش طاب، وكتحك ديك البصله باش كتطلق ديك الخطوره ديالها، عاد كتزيد عليها هاد القشاوش. اما في الاول لا، ما كيطيبوش معاها. وهذا الزيتون مسلالة حتى هو كتشدو كتحيد ليه العظم، وكتخوي عليه شي شويه ديال الماء باش ينقص داك الملوحه اللي فيه، وتا هو كتخلي حتى كتحيد الدجاج وكتختار ديك المرقه عاد كتلوحو فيها، ما كتخليهش يطيب بزاف، كيبقى شاد في راسو شي شويه. ها هي ديك المرقه ديال اللي قلت لكم ديال القشاوش، زدت عليها المرقه مرة تقريبا طابو، وصافي هادشي اللي كاين. ملي طاب الدجاج وحيداتو، كتصفي ديك المرقه اللي بقات في هكا صفايه وفي شي جميله اخرى صغيره، وكتجلس تفرك ديك البصله كامله حتى كتخرج ديك الخطوريه كامله ديالها، كطيح على ديك المرقه، يعني كتجي المرقه خاطره ولكن ما فيها حتى شي شوائب كما كنقولوا ديال البصله ولا شي حاجه بحال هكذاك، كتبقى غير خطوريه وصافي. ورا كتبقى هاد البصله اللي سميتو راه نقدروا نديروا بها بزاف الحوايج، نقدروا نعمروا بها خبيزات، نديروا معاها شي حاجه اخرى ونعمروا بها خبيزات، يعني كتكون بنينه. وها هو الدجاج ديالنا طاب، ما شهيتكم تبارك الله، الريحه ديالو زوينه بزاف. كنوريكم حتى الغلاط ديال الماء، كي شفتوها هو ديك المرقه مازال خلطات مع هذوك القشاوش، خلطات مع الزيتون، كتجي مريقه خاطره بنينه بزاف بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر، فعلا غادي يعجبكم. انا كليت بزاف الدجاج، بزاف عند الناس، كليت بزاف عند الطباخات وبزاف المناسبات، عمرني ما كليتش بحال الدجاج ديالها تبارك الله عليها. ماشي غير بشهاده ديالي، بشهاده ديال بزاف ديال الناس اللي داقوا الدجاج ديالها، فالله يعطيها صحيحتها واللي يخليها لوليداتها، وتبارك الله عليها، زعما عندها ما يتقال في الطياب بصفه عامه، ماشي غير الدجاج، غير انا الدجاج ديالها راني كندوب قدامه بنين بزاف بزاف.